ما عندي اسوي بالك اولا اصبر والله غير سيارتي ربي لونها احضر احضر ثواني ثواني والله يطلع التصوير احضر كذا المره. لا شوف ما شاء الله جنود اصفر من جوا احضر. السلام عليكم، معكم شيكو، رجعت لكم مقطع جديد، وبهذا المقطع راح نلعب مود مره اسطوري. فكره المود كالاتي: انا ودارك راح نلعب 1v1، ولكن راح يكون معاي في التيم 50 بوت، وراح يكون في التيم حق دارك 50 بوت، فراح نلعب 50 ضد 50. وصراحه الى الان باقي ما جربنا المود، فاحنا بنخش وبنشوف ايش يصير. اوكي، هذا هو المود وشغلته، وهذا هو العداد، راح ارفعه الى 100، بحط 100 بوت في الجيم. اوكي جاهز يا دارك؟ ايوه جاهز. يلا يلا دقيقه سوي اوتو. دقيقه ما شغلت دقيقه، اخر محاوله. اوتو تكل. اوكي شغلته. يلا بسم الله. ما في احد. ايه اصبر شوف ما في احد. ايوه طيب بعيدنا مره ثانيه. لا والله ما عادنا. ايش الايرور اللي جاء؟ دقيقه. اوكي أيوة. الحين بيشتغل. قول شوفكم، ما حد دخل معانا في الجيم. وهو بيعلق جاني لاعب انا. اح اللعبه تعلق. قول دقيقه. اوف والله في جيش. لا 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 شو كم العدد؟ اللعبة قاعد تعلق. 20 دقيقة ما اتفقنا يكون في لاج زي كذا. دقيقة اوف. قول شو قاعد يرسمنون ما يوقفون. والله كثيرين. قول شو الجبل اللي هناك. البقالة الأقوى صار الموضوع والله. قول شوف كم عددهم. قول انا ما اقدر اتحرك انا والله. كيف راح نلعبون في 1 زي كذا؟ أول واحد يجيب كول هو الفايز. يلعبون خلاص أول واحد يجيب كول. اوكي انا علقت هنا. اتحداك تسوي ويف داش. يا رجال اتحداك تطير. اح والله لاك. اوف الكره اللعب علقت عندي. السيستم دفنوني. شوف انا اندفنت. اوكي انا طلعت يا حبيبي. طير تبغى تعيش طير. خليك بس طاير. طير فوق اطلع. الله على سلو موشن. دقيقه علقت يا رجال من قوه اللاك صار في سلو موشن. حبيبي اول واحد يجيب جول هو الفايز. خليك بعيد عنه ابوي. انا سكوني كفوف يا رجال لين ما صدعت. يا رجال شوف الحرب. شوف الحرب. يا ولد والله عددهم مره كثير ما توقعت زي كذا. اوف يوه جت على المرمى. ايوه تكفون جوا جول. تكفون اه استر يا رب. استر يا ستار. بعد الكره على مرماي ما حد يلمسني. جول. اوه ديم. والله طيب اسمع انا قلتشتم. خلينا نحط اسمع 50. خلينا نحط 50 نشوف كيف في لاج ولا لا. يلا 25 جاء لاقي خلينا من البدايه. بس مو بذاك اللاق القوي. فهمت كيف؟ مو باللاق القوي. دي انا من رمي لك. اصبر رمي لك. لاق لك لا. اوكي شوف اقل العدد اقل فاكيد ما في ذاك اللاق. يا اخي انا اح والله قاعد يصقعوني. والله تشوت. والله ما يمزحون يا رجال. حتى الابتدائي يلعبون احسن من كذا. والله مره لا. صعب تخش بوسطهم. يا اخي انا معاك والله معاك. قد صدمني. انا في تيمك. انا مو كوره. والله انا والله من جد. اسمع كالعاده اول واحد يجيب جول هو الفايز. خلاص اول واحد يجيب جول. اول واحد يجيب جول. حبيبي ما معاك الا تطير. بيجي جول. اح والله صديتها. يا اخي ابغى اطير ابغى امسك الكوره. كل ما امشي يجيني كف. ايوه لا ضيعت. لا ضيعت. دخلت وطلعت. يا ولد ايوه تكفى صديتها يا حيوان. ارجع المرمى يا ابوي ارجع المرمى يا بت حيوان. لا القم. طيب اسمع بعد الحاجه. يلا اسمع. لا بعد الحاجه. اوكي بعد الحاجة بسوي حاجة بخلي اللعبة انتحارية. اوكي شوف كيف الحرب اللي بتجي الحين. اوكي يلا انا ريدي. استعد. ايش قاعد اشوف. اوكي انت بتخلي احد يلمسك. اوح شوف الانفجارات. انا مستنيك ابوي. قول انا والله فوق يمين. ناظر فوق يمين. قاعد اشوفك. الوضع كود يا ولد. اوف شوف الانفجارات يا ولد. والله يا ولد حرب. انفجر معهم صح؟ ايوه انتبه. والله رسبني عندكم. شوف الحرب. شوف انفجارات. والله انفجارات والله. شوف اسمع اول واحد يجيب جول يفوز. ها والله اول واحد. انفجرت. تشعل علينا جول. انفجرت يا حبيبي. طير والله موضوع انتحاري. والله طير. تكفون يا بتاتي. فجرت. الله يعزكم يا قروب المطانيخ. لعن ابو اللي ما يحبكم يا قروب المطانيخ. يا رجال رسبنت عندكم. تكفون يا بتاتي لا يجي علينا جول. خسرت جيمين. ما معك الا تطير. اعطوني باس. ايوه والله كان بيجي جول. حاله يرثى لها. تكفون
جول جبت جول جبت جول جبت جول انك محظوظ والله علقت اللعبه ما ابغى اجيب علقت حتى انا عندي علق كرشت اللعبه الحين انا اضفت مود جديد اوكي مود مع البوتات فخلونا نبدا الجيم وراح تشوفون كيف المود اوكي ادخل لدارك اوكي هذا المود حق الكور شغلناه وهذا المود حق البوتات حط امهم مثلا حط امهم 100 لا 100 كثير حطهم 50 لا خلهم 25 لا 25 عشان كور كثره صعب بنتحط اوكي خلاص 25 اوكي اول مسك كور واحد بسم الله رسمت كور كل شيء كل شيء ما عندي اسوي بالك اول ولا شوف شوف علقت علقت بالنص انا علقت بالنص اوف 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 يا ولد بطلع 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 بروح فوق اللعبه علقت عندي ولا شوف يا ولد اصبر بمشي بالسياره بطلع فوق قول الماب كله الماب كله كور اللعبه علقت عندي يا ولد شو اسوي حاول تطير فوق ما اقدر انا اللعب عندي نص فريم ربع فريم يا رجال اوكي وقف وقف كيف بطلع برا الجيم ما بدي اطلع برا الجيم بدي اطلع برا الجيم والله اطلع برا الجيم اصلا ما بدي اطلع معلق مره اح اللعبه علقت عندي يا ولد كرشت اللعبه قبل شيء حطينا 25 بوت واللعبه علقت لان البوتات قاعدين يرسبون كور مره كثير فبنقللهم بنحط مثلا بنحط 10 يلا جوني دارك احس ما بيرسمون بوتات مره كثير يعني ما بتعلق اللعبه مره طير وقبل تقول لي بخليها 50 لاعب 50 لاعب اوكي لا الحين افضل الحين افضل الحين افضل اوكي وش الكره الاساسيه اظن هذه والله ما ادري اوكي اللي يجيب جول يفوز هيل بولكام ما يسوي عشوائي إيه؟ عشوائي البولكام مره على الكره هذه مره على الكره هذه فهمت كيف قول له شو الكور هنا تكفون البوتات جيبوا جول دخلوا اي جول اي شيء دخلوا كور يجيني كسبين نشت على المرمى أوكي. بدأ دي والله بدأ الناقة يا ولد كان أنا بطير ما بلمس الكور شوف فوق اطلع فوق شوف المنظر بس اووووش علقت اللعبة علقت اللعبة كرشت اللعبة طبعا كذا وصلنا لنهاية المقطع إذا عجبتك المودات وعجبتك فكرة المقطع أتمنى تعطيني لايك واشتراك وراح تلقون رابط قناة دارك تحت في الديسكريبشن راح ينزل تحديات مرة أسطورية في روكت ليج وراح يكون عليها جوائز وحركات وزي كذا وترى 1800 باقي له تقريبا 200 على 2000 مشترك فخلونا نوصل 2000 مشترك وإذا تبغون أنزل عن هذه المودات وأنزل أشياء وأفكار ثانية مرة حلوة اكتبوا لي تحت في الكومنتات بإذن الله راح أنزل عنها وهذا هو الانستغرام تحت تعال هناك ما بقى إلا 100 على 2000 متابع فتعال هناك نسولف ونطقطق وأنزل لكم أشياء مرة حلوة عن روكت ليج وهذا كود الايتم شوب FF7Y إذا حاب تدعمني ودائما أبدا بالختام صلوا على النبي.